أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. ورد سؤال في كتاب المتشابهات الجزء الثاني للسيد أحمد الحسن عليه السلام، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ما معنى هذه الآية؟ جاء جواب السيد أحمد الحسن عليه السلام: الماء محمد صلى الله عليه وآله، وهو نور الله سبحانه وتعالى. فكل شيء حي تشمل الملائكة والأرواح، ومن المؤكد أن الملائكة والأرواح لم تخلق من هذا الماء المعروف عندنا، بل المراد به ماء الحياة وينبوع الحياة الذي شرب منه الخضر عليه السلام حي الدارين. وهذا الماء هو محمد صلى الله عليه وآله، وجريانه من بابه علي عليه السلام، وفتق السماوات والأرض بالحياة بعد أن كانتا رتقا أي خالية من الحياة. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.